مباشر للمية. من مورا الفيديو اللي حطينا انا بصراحة تصدمت من الرياكشن ديال مجموعة كبيرة اللي هي فئة مغربية ولاد وبنات البلاد، وكيخرجوا عينيهم قال لك هذاك الشيء ما كاينش، والخزعبيلات او داك الشيء جايبينو من حيت المستنقع ديالي انا وهو يكفي انك تمشي غير لتيك توك وتشوف الالاف ديال الفيديوهات ديال المشعوذين والسحارات، وكل شيء كاين اون دو كليك، وفي يوتيوب كاينين الوصفات، في تيك توك وسي الوصفات. ما فهمتش اوسي في اخرى قال لك هذاك الشيء نتايا درتيه بالعاني بوغ كريي دو بوز، ان الرقيه نيكزيست با الوغ كو الرقيات كاينين باغتو في العالم. ناس اخرين قال لك في اخرى باغي تشوهوا بالمغرب، راه ماشي هادشي راه ما كاينش غير في المغرب، راه كاين في العالم كله، ولكن هضرنا عليه في المغرب حيت حنا مغاربه. واش غادي نهضر على السحر الفودو اللي كاين في هايتي وانا ما ساكناش في هايتي مثلا؟ كاين ايفري وير لونجلتير، راه ياك فراسك كاينه واحد لونيفرسيتي تما ديال السحر والشعوذه، ودابا غتحل وحده جديده باساتذه اخرين وبدبلومات اخرين. كنضرب بصح ما كنضحكش. نو عرفت كاينه جامعه في الانجليز. وفي اخرى بصح نيت كياكدوا هذا الشيء كله اللي كنا هضرنا عليه، الناس ضروا ماتوا لهم مواتهم، ماتوا لهم خوتهم، كاين اللي ما مات بقى معطوب مده 30 40 عام، ما كاين دواء، ما كاين انتيدوت، ما كاين علاج، ما كاين والو، كيبقاو يعانيو مع داك الانسان كونطو طول لور في. واش غادي نقول لك انا عاتي بقيت كنضحك لان كاين حاجه خطر من هذا الشيء، انهم ما قراوش الكتاب ولكن كيعطيو رايهم في الكتاب. وهذا هي المشكله حنا ديالنا، دائما حنا فينا تخرج العينين، حنا الشعب ديال تخرج العينين. وانا جو سوي دائما كنت واحد الانسان اللي حريه التعبير، كل واحد يقول اللي بغى يقول، فهمتي؟ انت انا كنت دائما تنديرها ملي كنت في المغرب، كنت نديرها وتنظن بان احسن ميثود الا بغيتي تنجحي سورتو في المجتمع المنافق ديالنا، ان انت عندك الحق تقول اللي بغيتي تقول، وانا عندي الحق ما نسمعش داكشي اللي تتقول. لا هما كيبغوك تسمع داكشي ودير لهم خاطرهم وتهضر معاهم بالاسلوب اللي كل واحد غادي يقدر يفهمه ما يستفزوش. نعطيك مثال، سمح لي، ان تقدر تقول لشي واحد لا جو نو سو با داكور، يقول لك كتستفزني. لا سي تا بيرسيبسيون، انت ملي كتسمع كلمه لا ولا انا ما متفقاش معك كتحسها، كنهضروا ملي كيكون نقاش انا موافق متفقت انا وياك اننا نناقشوا واحد الموضوع، ماشي غتجي تبزز عليا الراي ديالك. انا جو نكسبت با شي حد يجي يبزز عليا الراي ديالو، انا ما سولتوش. بطبيعه الحال انت حره، ولكن غادي نقول لك فيا اون ديسكوت، ما غاديش نقول لك لا واسمح لي دابا استفزيتيني حيت قلتيها بواحد الاسلوب ومع لا بيرسيبسيون ديالي غيوقع اصطدام. غادي نهضروا، الناس ما كيعجبهمش ان ملي كتقول لهم نو، ملي كتقول لهم جو نو سو با داكور ما كيستحملوهاش. سو انت كتقول بان اللي بغى يسمع يسمع، ما بغاش يسمع اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، هما احرار. ما بين لوس انجلوس والمغرب سي 10000 مايز الفرق، راه كتفقصهم. ما بقاش تقول لهم هادشي، تفقص فهمتي. انا جو سي، انا تنعرف، انا شفت الناس كبرت فاش شفت الناس كانوا تيديروا، دابا ما بقاتش رجع داك الشيء ديجيتال، مي كانوا تيديروا ملي كانت لا كو في الكونسولا دو فرونس اللي كانت فاس، الناس كانوا تيباتوا ربع ايام وخمس ايام، وكانوا تيشريوا البلاصه ب 500 درهم على بوك ملي كنت انا اتيديون. ايماجينو الناس كانوا هذا، وكانوا الناس تيبقاو خمس ايام وست ايام هما في الباب القنصليه وتترفض لهم الفيزا. دونك انا تنعرف لو تخ. انت كتهضر على قيمه انك تكون بعيد بعيد تيان اكور انك تكون في بلاد اخرى، وانت ملي كتقول لهم اجو باسكو فهمتي. دونك بيان سور هما غيستفز باسكو ماشي كلشي هنا، راه الامريكان تعطي 3700 فيزا في العام، سافو دير كاين 3700 مغربي اللي تيجي في العام هنايا ماشي كثر. دونك واحد اخر قالت، وحنا تنعرفوا لامور لو غراند امو ما بين المغاربه بيناتهم تنعرفوا حنايا، انهما دائما حنايا تيكون واحد ديال مزيان تيقول لك واه مال هذاك حنا، حيت حنا المجتمع، ومنين تنقول المجتمع المغربي راه المجتمع العربي كله. هي انا تنهضر على المغرب حيت حنا مغاربه، بحال اللي قلتي حنا ما غنهضروش على تونس وما غنهضروش على الكابون وما غنهضروش على التوك، حنا ماشي من الكابون ماشي من تونس. لا هضر على بلاد اخرى عندهم السحر باش تيقول لك واحد تيقول لك تيقول لك نو هضر على هضر على لبنان. انا خويا لبنان خدمت فيها وتنعرف لبنان، ولكن ما غاديش نهضر عليها باسكو لبنان عندهم ديجا لي بلوغور ديالهم تيهضروا عليهم وعندهم الناس ديالهم فهمتي، خليهم يهضروا. لو بوان اللي هضرتي عليه ديال قلت لك انت كتفقصهم ملي كتقول لهم انا بعيد في لوس انجلوس كتستفزهم بهادي، حيت انا اش قريت في لي كومونتير، انا قريت ملي خليت لي كومونتير شي محلولين من بعد حيتهم، حيت جو ني با الير لا توكسيسيتي ديال بنادم.
ديال ايوا بزعطا هوليود ما هوليود هو بزعطا اجي وصل لها الا سميتك راجل راه ما الناس ساكنين هنا دي في دي فيلاج باغيين يجيو لوس انجلوس ايوا غنتوما عم حنا عاج قول له خليك تما وخليك وسير لك للجامع تصلي وسير لعب لك الكره وسير لعب لك تما فراس الدرب فهمتي ما قال لك حتى واحد ما استفزك هذه واحد الفقره على واحد الكتاب وعلى السحور ما عجبكش ما تفرش فيه سي سامبل انا باغ اكزومبل تنتفرج في الكره ما تعجبنيش الكره ملي تيكون شي ماتش في الكره في هنا في التلفازه تنزابي نوتروشين باش نتفرج في داكشي اللي باغي انا نتفرج فيه راه هما علاش دابا دايرين 10000 قناه كاينه عندك في البوكي باش تختار اللي بغيتي كاين تيماتيك في الافلام كان بلوس دايره لي تيماتيك كاين فيلم دوغور كاين فيلم ديال كوميدي كاين ساينس فيكسيون انا تعجبوني الفيلم ثريلر تعجبني داكشي ديال سميتو سوسبانس تنتفرج في الافلام سوسبانس ما كيعجبنيش الكوميدي غنمشي نتفرج في الكوميدي وغنبقى نعاير فيه فهمتي ولكن هذاك سميتو حنا المجتمع اللي خويا كنت نقول قبل ما نكمل لك حنا ملي تتكوني انت مزيانه و توي بيان لاخور اي لي با بيان حنا هذا هو حنا المغاربه انت توي بيان انا ماشي بيان هذا مشى هذا ولد الحومه مشى للطاليان وجاب طوموبيل كلشي تيبغيش لانه هو دار شي حاجه وما باغيين يديروها وما داروهاش فهمتي هذا راه المجتمع المغربي حنا عايشين في المجتمع المغربي كله طالع المظاهر وريني مغربي واحد في 40 مليون المغاربه كاملين حنا ما كبرش وكاين الصالون والصالون فيه الطلامط والصالون تيقولوا لك الدار ما تدخلوش اي اسره مغربيه كيما بغات تكون فقيره ولا كبيره ولا غنيه ولا فقيره كلها كبره الصالون تيبقى تما محطوط لي جون لي فوازان في العيد العائلات فاش يجي لواحد جاي للمدينه من مدينه اخرى علاش الدراري ما يدخلولوش يديروا واخا تلقاو فقير ما عندهم ما ياكلوا ولكن تيبقاو ديك الصالون والمره تتبز مع راجل على ديك هذا نعطيك نوتر اكزومبل في عيد الكبير كل تلقى ما عندهم تريال تيموتوا بالموت وتيجيبوا ديك الحولي وتيجيبوه بالنهار وغليظ ويدخلوا فيه باش يبينوا للجيران الناس حنا سوسيتي تنعيشوا بارابور زوطر تنخصنا نبينوا للاخرين فهمتيني بحال دابا تيقول لك حنا درنا ودير راسك تينا با سميتو باش تكخينا باش درتي راسك مشيتي راسك ولكن حنا تنعيشوا في الحجايات باسكو سين بوليتيك هي افريكان ديك لا بوليتيك خصك دايما تقول لي زوطر حنا اون لي ميور وقول حتى الغدا في الصباح هنا ما كاينش اللي تسوق لك اصلا هو كيرس هنا تقول لك سوات فهمتي هنا دونك كاين واحد لو ديكالاج خصك تاخذيه بعين الاعتبار انا تناخذ واحد تيهضر معايا واحد جالس في المغرب وعاش حياته كلها في المغرب ماشي هو اللي واحد غنهضر معاه هنايا هنا تقول لهم انا كنتسبي البريزيدون ما كاينش اللي تسوق لك سو وات ايلس فريدم اوف سبيتش تما فريدم اوف سبيتش ادابتا كيما بغاو هما فهمتي كاين شي حوايج تقول لهم كاين شي حوايج ما تقول لهمش وكانوا فهمتي تيبقاو اذا اوبليجيك تكون منافق هنا نو قلت لك دابا الميكرو خرجي في الزنقه وعيري البريزيدون ترامب كانوا تيهزوا له هذا وعايروه بالليل وبالنهار وما كانش توق لهم حريه التعبير طونكو ما تتهدديش ودارت نو ثريتس تديري اللي بغيتي دونك كاين واحد فهمتي كاين واحد الجاب اللي هو الفرق الشاسع اللي هو ما بين الامريكان اللي ماشي هي ام بي سان كونتينون امريكان سان كونتينون بانتينا تمشي من لوس انجلوس نيويورك ست سوايع ديال الطيارات انتينا الطياره فهمتي الناس تمشيو لفرنسا يوصلوا قبل منك دونك كاين واحد البحر ما بين الامريك والافريك والاوتر موند فهمتي حنا دابا بين لوس انجلوس والمغرب ست سوايع الفرق هما فاش ينوضوا يبداو يدقدقوا حنا تنمشيو نعسوا فهمتي دونك كاين هذا الشيء كله خصك تاخذيه بعين الاعتبار دونك لي كومونتير انا جو سي كنتي نحيتي لي كومونتير مي سي ان تشويس اللي تنحترموا لي انا التشويس ديالك مي انا نخلي لهم لي كومونتير بقاو تما يعيطوا حتى الغدا في الصباح فهمتي سي توكسيك ما كنبغيش الصراحه كونجو ريفليشي ماشي لي زيتر هومان كاملين تعطى لهم الصلاحيه انهم يعطيو ان افي انت انت انا هذا الراي ديالك وانا تنحترمو و سورتو ان لا ماجوريتي تحلو واخا ديري اللي درتي فهمتي غير المشكل ان اللي استفزني سورتو ان الانسان في ما قراوش شتي حتى لو ريزومي ما قلبوش عليه ولكن غادي تيهضروا على شي حاجه ما كايناش انطلاقا من الانترفيو اللي درت انا راه صعيب بزاف ان الواحد ما يكونش قاري الكتاب ويفهم الانترفيو صعيب بزاف ما خطا الناس اللي تاداو ديريكت وراه ديجا حنا ما عندناش الناس ما تيقراوش القرايه دابا رانا يضل الفضايح على التعليم في المغرب ونايضه المظاهرات ديجا التعليم مخرب وحنا ما تنقراوش فينا مرق قاسي الناس يقراو الكتب ويقراو لي تروك اي تو سا ما كاينش لي ستاتستيك لقاو انا جو مغابيل تري بيان كان واحد لي ستاتستيك خرج انهم المغاربه ما قراوش ان فلاير بوندون 9 موا ما قراوش ان فلاير
هذه سي لا ماجوريتي ديال المغاربه خصنا هذا سميتو. وهذوك الناس تيقول لك ما كاينينش ما كاينينش، انا غادي دابا غادي ندير لهم ابل وغادي نوريهم المره الجايه الحلقه الجايه غادي نجبدوا لي فيديو من تيك توك ونحطوهم ونكومونطيو عليهم، ديك الساعه غيشوفوهم من تما. حنا اوني با لابا دابا وهذوك خارجين في تيك توك، ملي غنبين لك مغربيه جالسه في المقبره تتسحر وديك الساعه سير عندها وهضر معاها. خرجت فيديو ديال مره كبيره بيان سور، مره كبيره تتبيع في المقبره هذا وجاو تيصوروا فيها، وليت يقول لك حنا تنشوهوا، سير هضر مع داك اللي ما كاين يصورها تما ياك هو تما وجالسين في المغرب. هذه حاجه اخرى، الناس اللي كيقولوا حنا بغينا نشوهوا بالبلاد وعمر هذا الشيء ما كاين، حنا هذا الشيء بعدا كنديروا لا بريفونسيون ديال جينيراسيون ديال دابا باغتي من لا كولتور ديالك. لا انا الا كندير هذا الشيء وضرني في خاطري بروميييرمون بور لا بريفونسيون، كعندي بنياتي كبنيات الناس كوليدات الناس ما دابيهم واخا ما يتيحوش غير او موان يكونوا عارفين كو سا اكزيست. واللي ما عجبوش يمشي جوجل، فهمتي كلشي كاين في جوجل، اش غادي دير لما عجبك شي حاجه سير دير حاجه انت مزيانه. هذوك اللي تيقول لك انتم تتشوهوا المغرب درتي كتاب، وسير دير كتاب كتبي بان لو ماروك لو بي لو بلو بو بيي دو موند وخرجيه. بالنسبه لي لو ماروك سي ان بو بيي سي ني با لو بلو بو بيي دو موند، باش نكونوا واقعيين سي ان تري بو بيي. On peut être meilleur, on peut faire plus. Partie de la beauté, la portée de la beauté, c'est justement ce que je voudrais te dire. Je ne veux pas te dire d'une manière ironique. Je voudrais te dire que من لابوتي اللي كتدير المغرب لو شارم ديالو انه كاين السحور حتى هو، كاين الناس اللي تيمشيو لمراكش، ماشي كلشي غادي لمراكش على العاهرات وعلى التوريزم وعلى الدراري، كاين تيمشي اللي تيمشي على السحور، كاين واحد التوريزم على السحور. وي وكاتبه انا في الكتاب، كاين ان غران توريزم تيجيو الناس يجيو من الخليج يمشيو للمغاربه تيخسروا لوطيل ويجيبوا السحاره ويخلصوها، هذاك راه تدخل في التوريزم، راه ما جايش باش يضرك في جامع الفنا، جامع الفنا 15 مينوت راه تديري فيها الدوره، والسيد تيجي وتعاود يجي وتتعاود تجي وتتعاود تجي، راه تتخلص الفلوس وتتخلص لوطيل وتتخلص توك في ليكونومي دو بيي، سي ان توريزم بو دو لا ماجي نوار. واخا واحد السؤال دابا هادو ثاني اونكور اون فوا نهضروا على هذا الموضوع سي دار وهذا الشيء كيمس بسميتو، ولكن واش ما كي علاش لان بوينت با لو دو هذوك اللي بحريه تامه كيحطوا هاد المحتويات بالوصفات محدده بالطريقه كيفاش اي حاجه كتخدم، يا المحبه يا العكس كلشي كاين. واش دابا هاد الناس اللي كيتفرجوا فيا واش ما عندكمش 3 دقائق تكليكيو وتدخلوا تشوفوا اش كاين في يوتيوب واش كاين في تيك توك؟ نو راه صعيب ان الواحد يخلي الموضوع اللي هو كاريتي هنا ويديروا لنا بالصبع انا وياك ناري. لا علاش نتوما كتهضروا على هادشي المتابعين كنهضروا على هادشي باش وليدات الناس والبنيات هاد لا جينيراسيون انا نعاود نقولها ونسطر عليها او موان يعرفوا ويردوا البال. سورتو انت عندك جوج بنات ماشي غير بناتي وليدات الناس كاملين. نو انت تكوني ام سي ديفيرون فهمتي، كاين واحد اخر اللي ما يقدش يحس بلو تخوك. جوغي بو انا نكون كليت الحمد لله باغ ميغاكل جوسكو جور دو جور دي ما كليتش ريفونون ا ايمان الله يرحمها اللي كانت صاحبتك جارت الوالده ديالي حتى هي بنتها كانت كتعاود ليا كانت كتقيه ماماها الله يرحمها وعمري ما نسى هادشي كتخرج من فمها بحال الشعر هكا ما كيتقاداش وانا كانت عندي 15 عام ملي توفات هاد السيده وبنتها كانت كتقرا معايا في الكوليج بون زعما الناس ديال لو كارتي كلشي كيشاف هادشي بعينيه ماشي حكا غير بنتها اللي شافت لا الناس كانوا كيدخلوا يزوروا ديك السيده كيشوفوا دي شوز اللي ما كيتخيلوش على البال اما الله يرحمها جو مغاب انا تلاقيت بها هادي واحد 3 زون ملي كانت لا بيغ دي جو الله يرحمها الله يرحمها وانا باش كانت كتعجبني سي كوم كتكبرش الموضوع راه ما عطاتش الموضوع اكثر من قيمته ماشي بقات كتعاود ليا قالت لي ايوا بحال كي كاينين دي فيديو ديالها ايوا الله يخلصهم بحال هكا كانت كتقول ما كانتش كتهضر اكثر في لو سوجي. شوف الساعه هي الساعه ولكن لا مانيير دو ديتروير كيلكان انا هادي اللي كضرني في خاطري كيما غنبغيش انا ناكل كيما غنبغيكش تاكل الخطر في الامر ان من موراك انت بدا الناس كيتواصلوا معايا وكيعاودوا ليا تو سي كو دابا غير الكاس كيكبوا فيه داك الشيء وكيديروا ليه فحال هكا يعني داك الماء شويه كيبقى راه غير ما كيبانش لك بحال قلتي ممسوح في الكاس راه ما غاديش نقولوا انت قافزه ولا انت قافز واعر غديرها ما غيبان لك والو بحال الكاس مغسول هو راه هذاك الشويه اللي دايز في القاع ديال الكاس ولا في الباغوا ديال الكاس قاد الغرض باش بالك دابا ديجا فاش خرج الانترفيو ديالي انا وياك كان فاش بداو يديروا هذا الشيء وبداو هاد انا ما تنتفرجش في اليوتيوبر داك الشيء ولكن تيقولوا لي الناس حيحوا انا قلت لك وخرجوا شوف سمح لي وخرجوا مشاو لمواضيع اخرى الهجره لا سيتواسيون ديالنا انت بوحدك وانا بوحدي لا حكا ما عرفتش بغيني ندير وانا بعد الامريكان عمري ما دخلت لها بشي فيزا واحده اخرى من غير فيزا بخاس بعد اجي خو دابا الفيزا بخاس غود لاك الا خديتيها تمرضهم دابا باش الطريقه باش كتجاوب بعد الفيزا بخاس الامريكان غود لاك باش تاخذها هي باش يكونوا شويه مدايرين نو من
ما غنقولش من السوء ولا من حسن الصدف، ولكني فاش خرج الانترفيو ماتت تسونامي. الله يرحمها. الله يرحمها. دونك فاش ماتت كلشي تيهضر على التوكال، وباش تشوف النفاق ديالنا حنا الذي لا يعلى عليه، كل كانوا تبيعوا النفاق وكانوا يدخلوا فلوس اكثر من الفوسفات. تيديروا دايوغ سامارش بو بزاف الناس النفاق ديالنا اللي مع الجهه الرابحه. اليوم يقول لك اليوم يمشيو مظاهرات ويقول لك اسرائيل، ولا غدا تيمشيو للبيرويات يدابزوا باش ياخذوا الكونترا لاسرائيل. جو مغابيل تخي بيان واحد النهار في البيرو ديال الاتصال كانوا داروا 10000 مغربي يمشي يخدم في اسرائيل، الناس يتقاتلوا ويدابزوا في الزنقه باش ياخذوا الكونترا مع الجهه الرابحه. ان جوغ يديروا ان جوغ تي هذا. قلت لك تسونامي فاش ماتت، دونك هي بفمها في لي انترفيو كاينين اونلاين يمكن لك تشوفيهم، تتقول ماتت بالتوكال وما بغاتش تسمي. لا قالت مات، قالت زعما وكلوها زعما جوستومون ماتت بالتوكال. هي اللي تتقولها، هي اللي عطات لانفورماسيون، وتا واحد وشافوها تيقول لك نو. شي تيقول لك ماتت بالكونسير شي باش حيت حنا وهاد لافير ديالها خرجت ماشي هي في المغرب، خرجت حتى في لا بريس في الخليج. كتبوا عليها، كتبوا عليها في الخليج. ونا كان اللي قالوا دارت باي باس وقال ما خلا، وهما هما عارفين هي قالت وهي ضعفت وهي كلشي، وما الكغيك وعائلتها خرجوا والناس اللي خرجوا وقالوا راه هذا والله ياخذ حق فهذا اللي دار لها، وما الكغي هذا الشيء كله، وتيرجعوا تيقول لك نو. تيحلوا اللي بغاو ويحرموا اللي بغاو، فهمتي؟ هما مع الجهه الرابحه. واحد السيده قالت كنت درت ان لايف وبدينا كنهضروا على هذا الموضوع، وطلعت لايف مع اربعه ديال لي فام من الناس المتابعات ديالي، كنديروا حليل وناقش كوم جيم بيان فير مره سوفون. والسيده واحد السيده جاوبات، واحد السيده قالت لها داكشي غير الخزعبيلات. قالت لها واحد الجمله عجباتني، قالت لها الهلا يسلط عليك شي واحد يدير لك شي مصيبه. هذه هي لا سول ريبونس، وبردات لي القلب هذه الجمله هذه. غير اون سويت زعما اون سويت ا بيرسون حتى تسلط عليك شي كلمه، حتى تتوقع تيجيك المشكل عاد تيوقع. انا مثلا انا بزاف الناس صيفطوا لي هاد العيالات، سورتو العيالات اللي عايشين في كندا وفي امريكا، جيت ايتوني باللو نومبر ديالهم. صيفطوا لي تتقول لي انا خويت المغرب لان كانوا داروا السحور لامي ولا داروا البا دي جون. دابا ديجا ابار هذوك اللي تيكريتيكيو، انا عندي واحد البوبليك دابا اللي الناس توشت من السحور اللي عارفين شنو هو، فهمتي؟ دايوغ اليوم نهضروا على التوكال، لان التوكال بزاف الناس تيخربقوه. كاين التوكال اللي تتشرب، وكاين التوكال ديال الماكله، كاين دو وصفات، وكاين بزاف ديال الوصفات. المهم ديال الشريب تيديروا لك الماء ديال الميت، الماء باش يغسلوا به الميت، تتحط في اتاي في القهوه. حنا المجتمع المغربي والمجتمع العربي اون جينيرال الرجال تيكونوا رجل متسلط. الناس كبرنا وكل شيء كبر في الجيران، تسمعي الراجل تضرب المراه اللي كانت كل شيء كله هكا متسلط. لان حتى لا غوليجيون ديك الشيء عطى الحق كله للراجل. دونك اش غادي نديروا باش نواطيو الراجل؟ بما انك ما غتقدريش تسلخيه، ما غتقدريش تشتفي عليه، ما غتقدريش تدعيه، ما عندكش فلوس باش تاخذي حقك، اش كدير؟ تديري له وديري صحيحه. تديري الماء ديال الميت، تديريه له في القهوه وفي اتاي باش هو ترجع بحال الميت، ما تبقاش يهز عليك يديه، او تديروا الصابونه ديال الميت، فهمتي؟ انا بعدا سمعتها ودني هذه الصابونه ديال الميت. الصابونه ديال الميت مون غونبيغ الله يرحمه كنعقل كان الموضوع. انا عندي شي 8 سنين ولا 7 سنين عمري ما نساها، سمعتها في العيالات في الزايات. كانوا داوني ديك النهار الثالث كيهضروا صابونه ما صابونه، وزعما واش عندك مضوا البال وداك الشيء. ما هكا هذه نعقل عليها عندي 8 سنين. دابا باش ما تلفوش غنخليوها الصابونه، غنعاود نهضروا عليها في هذه ديال الميت. دابا غنهضروا على الشريب. الشريب الماء الميت تيديروه تيديروه في سميتو في الاتاي، تيديروه في القهوه، تيديروه في الحليب. دونك ملي تيتغلى ولا ما كيتغلاش؟ نو هو تيدار بيغ الماء تاكل القرعه ديال الماء الميت تتوصل. دونك باش ما نقزوش من الموضوع غنبقاو في لو تروك، لان غنديروا حلقه كلها على الميت، حيت الميت والمواد ديال الميت كاينه اون بورس، تيقول لها سي اون بورس دايره بلي بخي بلي تروك. دونك باش ما نحرقوش لوتخ تيم، نبقاو في لو تيم ديال الشريب. التوكال اللي تتشرب، التوكال اللي تتشرب تيحطوا هذا الشيء. مثلا كاين اوسي دي زوطخ ميثود تيديروها العيالات، العيالات ولادها ملي ما تيطيعوهاش، هذه كبروا بها لي ماروكان. المراه تتغسل رجليها بالماء وتتشربوا لهم في الاتاي وفي القهوه وفي لو تروك. هذه زعما تيقول لكم ما كاين فيها لا سحر لا والو باش يطيعوها. اسمع لي وتعطيها لراجلها. انا سمعت بودني هادو نتحاسب عليها. واحد النهار السيده عيطت للسيده قالت لها كيتخاصموا لي ولادي بزاف ما كيتفاهموش. قالت لها غتاخذي البوله ديالك
وغتسلقي فيها البيض ديال الحمام وغتكشري البيض الحمام وغتصوبي اون سالاد غتوكلي للولاد. وداكشي اللي دارت وعيطات كتسول واش صدق لك صدقات لك الوصفه ما صدقات، وقالت لها راه تكالما وتكالما وهذا هذه يومين لاباس. وسميتو عاوتاني بلاتي غيجي يقول لك وهذاك حيت المستنقع ديالكم الله يعطيكم الستر بركه ما تبقاو. هذا المستنقع ديالنا مستنقع مغربي وبه ماتت التسونامي. دابا تنهضروا نو كاينو بزاف ولكن دابا تنهضروا لان فاش خرج الانترفيو ماتت التسونامي في قلب الانترفيو فاش خرج. دونك فهمتي ها هو هذا المستنقع ابارامون قال لك داروه لها في درينك فاش كانت قالوا بان واحد المشروب كيعطي لينيرجي فوالا تيعطي لينيرجي كانت كندير حفله ولا ما عرفتش عطاوها لها تما مي وشرباتو ها هي وحده ما هي في امريكان ما هي هذاك في المستنقع ديالك. حنا هنا وصلنا الخبر من تما واخا بلاتي دونك بلاتي اسمح لي حاجه اخرى ملي غايقول لك عاوتاني المستنقع فراسك كاينين الغسالات ديال الاموات داروا معاهم استجواب يمشيو يسمعوا اش كيوقع لهم مع الناس اش كيوقع لهم مع الاموات تسمعوا بودنيكم الغسالات والغسالين اش كيعيشوا جوستو هذيك غادي نمشيو لها من بعد بغينا نبقاو في هذا التوكال ديال الشريب. دونك تيحطوه لك في تيحطوه في اتاي تيحطوه في جميع المشروبات فهمتي الراجل تيرجع بحال ميت انقطع. واحد السؤال هذاك اللي ماهوش كيتقرا خصك تعزم عليه تتعزم عليه نو نو ديجا هو تيقول لك تيقول الامريكان داكشي يقول لك ما مسموم باسكو الماء الميت تيغسلوا به صافي لي توكسين هذا ديال سميتو مي اللي هو بيان سور تيهزموا عليه وتيديروا عليه باش الراجل تيرجع بحال ميت ما تيهضر ما تيتكلم ما تيسمع لي تخوا تخوك فهمتي. دونك لوتيليتي من بعد لوتيليتير الراجل تيدخل ما تيبقاش ما تيضربش المراه. العيالات المغربيات سمحي لي راه كبروا بالعصا رجالهم فهمتي دونك كلهم تيضربوهم. دونك البنت غدا مع شكون هذاك اللي كنتي معاه وديك الشيء ضربها وديك الشيء تدير له ديري فعلي وحتى المعاشره كاين اللي ما كتبغيش تعاشر راجل كانوا كيسلخها حتى في لو موند عرب كامل راه كلهم عندهم لا بوليتيك ديال السي السيد تجي تغسل له رجليه فهمتي ديغنييرمون سا شونج ولكن ماشي كلشي ماشي كلشي ماشي المدينه الناس ملي تيهضروا على كازا ولا تيهضروا على الرباط تيهضروا على اكدال ولا حير الرياض راه سي با الماروك. الماروك اللي تنعرفوا راه هو اللي بان دابا في الزنزان كشي من جهه الزنزان الناس فين عايشه شي وحدين انا مغاربه تيكتبوا لك تيقول لك او ماي جاد ما كانش يتحبني هادشي تنقول له شنو تحب غاز في بيفرلي هيلز راه سي سامبا تكوني تتسوقي في كاليفورني في كازا وتمشي للكلوب الكلوب ديال التنس وتمشي للسكاي بار تمشي للسكاي بار تضربي الطاسه مي سي با الماروك فهمتي لو فري ماروك سي هو لو تروك لي واحد المره كنت خارجه من دار بوعزه غدا للرباط وغلطت في واحد لا سورتي وكنت راسي في كندهار لقيت راسي في واحد البلاصه عمري ما ننسى ما يمكنش لقيت راسي في باكستان لقيت راسي ما عرفتش شنو هي ديك البلاصه هذيك لا سورتي اللي خديت يمكن غلطني لو جي بي اس ما خرجش من داك البلا انا راه كاينين مدن وسط مدن كاينين دي زوندروا اللي انا براسي ياك بنت كازا عمري ما كنت عارفه ولا قريت السميات ديال دوك المناطق فوت الهراويين وفوت سميات اخرين كومبليتمون لوين دو لا فيل ما تخيلش عالم اخر والكرارس الكرارس باقي الناس كيسوقوا الكرارس باقي الناس كيتنقلوا بالكرارس بالبغال باقي الناس عايشين في الكريانات باقي الكريانات كيقول لك ما كاينش كريانه باقي الكريانات موجودين سو كاين مغرب واحد اخر والمغرب الحقيقي هذاك هو المغرب الحقيقي هذاك الفيك هو ديال اللي غتمشي لاكوت اللي غتمشي لكلوب دو تنس الناس يهضروا فرونسي في لي سواري بريفي ولي سواري توندونس تيقول تيعيط للسيرفور تيعيط حاجه بالعربي تقول له باردون فوز افي دي كوا مادموزيل سي جوست فوز افي ان باسبور فير كي نو رامين نول بار فهمتي دونك خصك ترجعي وانا هذاك هو اللي سميتو تيعجبني انا المغرب اوثنتيك بكل شيء ديالو ديك باش قلت لك السحور باختي من لا كولتور ديالنا ديك العياقه ديال لو تروك سا مارش افيك دي ماروكان اللي مساكن هما باغ اكزومبل تجي تقول له وي باردون حيت سي با كو ا ديكارت ولا ليوتي كو سا في دو توا فرونسيز نو وي تتكوني بريفيليجي دافوار لا شانس تقراي في دي زيكول شير ولكن سا فو رون با باسكو ملي غادي تمشي غادي تنزلي في نيمبورت كيل باي او موند راه غايقول لك مادموزيل فوتخ فيزا وبلا ما تمشي ان اوتر باي راه انا وقعت ليا واحد النهار كنت في تطوان وصحابي مشاو لسبته وما قديتش ندخل انا باسكو ما عنديش باسبور ديالي فهمتي خليته ملي بقيت نمشي لعاود تطوان مره اخرى بقيت ندي معايا باسبور سي جوست انا في المغرب تنطلع عليهم من تما تنشوفهم سبته ولكن ما نقدرش ندخل تما باسكو جي با باسبور فهمتي دونك راه قلب طون باي
et tu peux pas les mecs مشاو تقول لهم اوكي اون سو ريتروف لو سوار كون فوز الي رونتري ومشاو هما لهادي دونك ماشي حتى تخرجي لان اوتر باي فهمتي دونك واخا تكون فيك ديك العياقه ديال الا فرونسيز و باردون فوز افي دي كوا جي با كومبري فهمتي و تتفرجي في تي اف 1 و فرانس 2 راه سا في با دو توا فرونسيز تتبقاي بنت البلاد والنهار اللي غتمشي لهذيك تطوان ما غنقول لك غتقطي الطياره وغتخرجي على البلاد جوست غتكوني سايقه في تطوان وغادي توصل لتطوان تقول يلا نمشي نشربوا ان فيغ سبته يقول لك مادموزيل سي هو فوتر فاكين باسبور وذ فاكين فيزا شنغن فيزا شنغن فيزا خصها تكون عندك شنغن باسكو لا عندك لا فرونس يقول لك سيري باري با شارل دو غول شنغن انكلو سبته فيها tu vois donc ça c'est une réalité que حنا هادي مي هما تيعيش انا قلت لك حنا تنعيشوا بارابور او زوتر و تنعيشوا في الاوبه الخاويه كاينه اي اي ريغارد في اي دومين خديتي في المغرب كنا تنقولوا عندنا هادي ما تخليش خلي لي جون يهضروا انا باغ اكزومبل تيجي عندي واحد تيقول لي فوزافي باغ اكزومبل شي واحد تيقول لي في الخليج فوزافي العاهرات تنقول له سي سوبر ça vaut une raison de plus de venir chez nous et dépenser votre argent تنقول له سي magnifique qu'est-ce que vous avez vous تيقول لي عندنا النفط تقولوا سوبر نتوما عندكم النفط وحنا ربي عطانا امره ما تتكمل وحنا عطانا العاهرات باش يجيو عندكم ياخذوا الفلوس بالنفط ويجيبوه كلشي مزيان كلشي فرحان قولي عاوتاني هو كيعاير لك في بنات البلاد وانت كتبغي انا بنات البلاد بنت البلاد ملي تكون تدير شي حاجه انا كنت ندير اون ايميسيون فاش كنت نديرها في 360 كنت ندير انترفيو مع بنات مغربيات مانيفيك اللي خدامين شاف سنة حامري مخرجة سينمائية في هوليوود تنعيط لها مخرجة وحدة عايرة راه غنعيط لها عايرة لازم هي الأول مرة يقول لك أنا أي حيت لي في الفز تيقفز أنا هذيك عايرة غنعيط لها عايرة باغمي لي شوز اللي لاموني عليهم هو كيهبط بنات بلادك وهبط وأنت ما كتقولي والو اش غنقول شو داكور بنت بلادك عندنا صحاباتنا خدامين بلاتي انت فيمينيست وعيرة سنة غير أبوها هذيك فيمينيست معيش العيالات كنهضروا على دي سيتياسيون على دي كاتيغوري دو بيرسوناج كاينين ان بو بارتو دون لو موند علاش خاص كل حاجه نشدو تولي باغيني الولي الدفاع لا وقال هادي وانت ما قلتيش وكتضحكي لا شاد عليك شي حاجه سي مباشر داكشياش داكشي علاش شاده معاه انا هو السي اي اي انا الاف بي اي سي جوست كو كاينين شي حوايج اللي انا جو سوي داكور زعما شنو من بعد عندنا العاهرات صوات شنو انا خرجت نضلو شبع في معيور عاير من بعد هو دابا لا اش نقول لك وين هما يهضروا دابا مع الفلسطيني اللي صور لهم البنات وتعيطوا له مول تاكوس مول تاكوس جا وصور البنات تيبوس فيهم ونعس معاهم وقال لهم انا جبتهم بالتاكوس ومنين تتمك انتينا مرا وتتحلي في امك نوضي مني تعايري هو نوضي حتى لا فيديو ديالو نوضي عايري وريني ديري شي فيديو كذبي ديك ما تيقدوش يهضروا معاه لان السيد عنده باسبور اترونجي هز طيارته وزاد وخلاهم تما يداروا فهمتي دونك لان هما انا كنت نتي واحد مغربي حيت انا مغربي غادي نوضوا يديروا لك شحال من 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 صحفيه في الخليج هبطت بالمغربيات ما كاين حتى حد قد يهضر معاها ها هما لي فرونسي تيجيو يصوروا ويقول لك لا بيدوفيلي ا مراكش نوضي هضري مع فرانسوا ولا حيت هو زعارو عيني بلو يقول لك باردون وديت كوا ما تفهمش اللغه ديالك فهمتي هذه باسكو نقص لان لا بوليتيك ديال اللي كابرين فيها ان ولا انفيريوريتي اللي عند الناس منين تكوني انت قلت لك يور جود ام نوت جود انت ما تكوني مزيانه انا ماشي ما تنحش مزيان دونك خصني نهبط بك منين تكون زعره ولا بلوند كلشي تيبقى يجي وعافاك ويعطيو اتاي ويديروا باش يبينوا له ان اوتر تو كي ني با فري منين تجي هنا منين تمشي لدي تروك هنا في الامريكان توريستيك السيت يدير معاك وات دي ماست دو وهنايا حتى في الريستورون تيكونوا معاك نايس وغود باسكو كاين غود تيب اكزاكتلي ملي تتخلي له 20 دولار و 10 دولار راه سي ان سالير دون فامي في المغرب الناس خدامين ب 50 درهم للنهار الاخر غتعطي له بيان سور غادي يكون بيك نايس في ويست هوليوود غيكون نايس تو يو باسكو غتعطيه 20 دولار 20 دولار هي 200 درهم مغربيه ايوا 200 درهم مغربيه الناس راه تيخدموا فيها عائلات الا شفتي لي فيديو اللي تدوزو نيت تشوف تي في ديك النهار الناس تيهضروا معاه تيخدم 50 درهم للنهار باقيين دابا تيخدموا الناس ب 50 درهم للنهار دونك الاخر تتخلصي هذاك الماك اللي ضحك معاك هنا في ويست هوليوود تعطيه 4 فوا ديك الضحكه اللي هي 4 جوغ دو طرافاي دو ماروكان فهمتي دونك الناس خصك معمرك وسيرتو ديالنا يدخل داك الشيء من هنا ويديروه من هنا انا واحد النهار نط لقيتهم دايرين لي هاشتاغ ستيمولو مينابل ستيمولو مينابل صافي دي صافي شي 3 ولا 4 المهم نادو قال لك داير لي جورنيست صيفط لي جورنيست قال لي سي كوا سا دخلت قلبت لقيت لا واحد لي زاكتريس ماروكان داروا عليا هذا الهاشتاغ مينابل سوبر غنشوف هذا بعدا نشوف هذا لقيت لقيت حيت قال لك هضرت انا على المغربيات في الخليج لقيتهم بعدا هما براسهم كلهم مهمات اللي تنعرف عليهم نو نو مهمات مساكن نو على ليميت انت تو ا بوكو شونس دافوار دي ميك هما كانوا مهمات ومساكن فريمون شوغر مامي اللي تقلبوا على الشوغر بيبي وما لقاوهش
قالوا ارا نديرو سيمو بن باشا ضرب هاشتاغ وقاسي نديرو وسير بدا سيري بدا كوني هي ناجحه وديري ان تروك في حياتك وسيري تكوني للوم ولا السوبر ستار هنا فاش ينوضوا لي ستار يهضروا تتكون عندها البوبليسيست وعندها المانجر ملي تقول شي حاجه تيقولوها توب فهمتي وما عمرهم ما تيهبطوا يبقاو يتعايروا مع لي جورناليست باسكو هنا تتشوفي لا تيليفزيون هذا تيطحنوها في تيمزي المدير تيطحن ليدي غاغا ولا غادي تدير معاه انترفيو سي خدمته يقول غلطتي غلطتي تعافيتي تعافيتي هنا كلشي هنا كلشي تياخذوه بيرسونيل حيت هما عارفين راسهم كلشي غادي بالكذوب كلشي غادي بالدخوك فهمتيني مبني داكشي على النفاق فاش قلت لك كلهم لقيتهم مهمات كلهم كمامرهم وريتهم ليت لواحد الجورناليست الجورناليست امريكان قلت له شوف لا ديفيرونس هي تشوفهم وحده عندها بلوس دو موستاج كو موا والله الا بلوس كو دو موستاج كو موا غازي هي الموستاج وعاد ديري لي هاشتاغ كيطيح بنات كتعرفهم وكيطيح بالمغربيات وانت كتقولي فيمينيست وما دافعتيش عليهم اه جادور تنقول الحقيقه ملي تكون شي وحده بومبا تتكون بومبا وبيل انا جي في دي انترفيو افيك دي مانكا كي سيتي دي بومب اتوميك تنقول عليها بومب اتوميك طوب ملي تكون شي وحده دايره كمارتها المهمه الشوغر مامي تما والتالفه تتقلب لك تتقلب لك على ما تلقاش حتى ديما تما راه هادو ديال 20 طون هي مليوحين تهزي بالباله ما تلقاهمش وهي تتقول على راسها سوبر ستار تتعرفي بانها ميؤوس منها مسكينه ميؤوس ميؤوس كو سي ميشون مي من حقك تو هاد دو دو دير انا تنقولها وتنقولها وتنعاود نقولها حيت انا جادور لا بوتي وتنبغي الواحد يكون عنده لي زاتو ناتوريل عطاك لو بون ديو فهمتي وتهضري ما عنديش مشكل ولكن مش تكون تينا دي مونشتي تيحلوا في امومي باش يهضروا بوغ سو سو مار سو فير ماركي اي رماركي اي دون كير دونك كتعيب في صفت الله غادي يخرجوا لك كتعيب في صفت الله وانا جوني غيان ديجا كسبت انك تعير في صفت الله بغيت نقول لكم اسكو تو دي انت افوا اوت سي اسكو لا ماجوريتي لا ماجوريتي يقولوا في النميمه مع بعضياتهم وكيقولوا في قلبهم وما كيعجبهمش الحال ملي كيلقاو شي حد كيقدر يقول افوا اوت شوفي هادي داكشي سكي زعما اسكو تو غوسو راسكو تو فوا راه هنا حتى في الامريكان اللي كاين دي كريمينال اللي كانوا دي بومب اتوميك وكانوا دي بوغوس وحماق وتسطاو لهم تيصيفطوا لهم الفان ميل في الحبس وتشهروا فهمتي منهم ديك جيريمي وديك شي كلهم تشهروا علاش لان الناس تيبغيو لا بوتي واجي تنهضروا على هنا في الامريكان عندهم 350 مليون تو بلوس دو بوتي كو تو بلوس دو بوكو موش باسكو سور 350 مليون ديال البشر راه تلقاي عندك دو بلوس دو شانس تلقاي لي بوتي حنا راه 40 مليون نص فيهم باغي قاوريه باش يخوي ما بغيش كاع لا ماروكان هاد المهمات مساك ميؤوس منهم كاع كاريمون فهمتيني ولقيتهم حتى وحده فيهم باقا ما دايرهاش شي غول واعر بعدا حتى انا قلتي جوليا روبرت ولا دام تيديروا الكامباك تيديروا بشي حاجه توب شي فيلم واش انت دايره ثلاثه الافلام وجهك جايه سعايه وجهك ديال السعايه النيت وجايه دي وجههم بيغ كو تيديروا شي وحده تيطون فريمون لي رول دو بون باسكو يل غوسومبل دي بون وزعما الرياليزاتور يل في دي تروك معاهم دي فافور وتتلقى تتحل فما اش داك انت تعيري لي جورناليست ولا تعيري انا جورناليست نقول اللي بغيت نقول فهمتي طونكو ما سميتكش انت نفس السميه وقلت انت عليك عاهره نقول انا شنو ما بغيت فهمتي انا العاهره تنعيط لهم عاهرات ولي زاكتريس تنعيط لهم لي زاكتريس ولي مانكا تنعيط لهم لي مانكا انا ما تنبقاش هذا وهما اش تيديروا باسكو جوستومون داكشي اللي تيديرهم التسونامي فعاود غيقول لك قالوا عليها توب واعره توصى ولا كنت حطوا لها في الماكله انا ما تنديرش داكشي انا ما تنمشيش نحط عباد الله هما تينتقموا بطريقه واحده اخرى ملي ما لقاوش انا باش ينتقموا مني حيت انا جالس لهم في هوليوود لو غريب ديالهم هما عارفوا اكزاكتومون انا جو سوي جورناليست انا ماشي اكتور ما بغيت نكون لا اكتور ولا اكتريس هنايا جو سوي افرادا وعندي لا شونس دو فير الانترتينمنت عندي لا شونس دو كروز لي فري اكتور لي فري اكتريس لي فري اون ماجيسكول هما جالسه تما اكتريس ما لقات لي جمعه ما لقات لي يديها تالفه ومن بعد ملي هضر معاها واحد ولد الشاب يقول لها اش ديري كاع انت اش ديري ياك 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 الفن حرام اه قال الله وقال رسوله ياك وجمعي راسك دونك تسكت هذه اخرتها اخرتها غادي يقول لها جمعي راسك الكلمه ديال اللي تتبدا بالقا هذيك باش يبداو بها ويقول لها جمعي راسك انت اش ديري كاع اش تصاوبي لنا صوبات الناس واحد من الاصدقاء ديالي الفنانه كنعاود ليا كنمشى له في واحد الفيستيفال ايوا كان مع واحد الصديقه ديالو حتى هي فنانه وعاود ليا قال لك المهم غادي نديروا التصاور ياك وبداو كيسمعوا كيقولوا ليها بالجهد واه لقى دوفون طول موند هادوك الناس في الفيستيفال جايين كيتفرجوا كيشوفوا لي ستار ماروكين كي بور لا بوز بور لي فوتو وهكا الناس كيقولوا واه و اتس اوكي زعما شنو غديري هذيك انا تنقول لهم هذيك المنيو انا واحد النهار واحد صاحبتي كانت صايقه شي واحد عيط لها بديك الكلمه ديال القى ويبقى فيها الحال قالت هذا المغرب هذا قلت لها شوفي هذيك القى ما خصهاش تقى فيك باسكو خصك تقولي لهم جيب شي حاجه جديده هذيك القى سي لونتري دو غام
هذيك باش يبداو لك بيان. قول له جيب. جيب انا جادور لي جون كي ميمبرسيون. جيب لي شي حاجه واعره، جيب لي شي حاجه جديده، فهمتيني؟ شي كوكتيل جديد، شي حاجه جديده نسمعها. لا ما كاينش لا كرياتيفيتي، ما كاينش والو. دونك فوالا.